لكم الجديد، راح نورجيكم هاي الكرتونة كيف شو طلع فيها. بسم الله وعلى بركة الله. طبعا هاي البضاعة وهاي الكرتونة من البضاعة الأمريكية المستعملة اللي بتوصلنا مستعمل، يعني بضاعة بحكم الجديد اللهم بدون كرتونة، بدون كرتونة، لكن لما تمسك القطعة ما بتميزها عن الجديد قد ما بتكون نظيفة. بضاعة تيجي من أمريكا طبعا، والشغل بهاي البضاعة حاليا منتشر في الدول العربية، كل الدول العربية أو أغلب الدول العربية. شغلة الألعاب الأمريكية كثير ممتازة، بتعطي زبونك يعني إشي مرتب وكواليتي حلو وبسعر منيح ورخيص، خلينا نحكي أو مقبول، بلاش نحكي رخيص. طبعا البضاعة الأمريكية في طريقتين للبيع فيها، طريقتين للبيع فيها. الطريقة الأولى وزن، يعني مثل الخضرة بتوزن وبتدفع ثمنها وبتأخذها. الطريقة الثانية البيع بالقطعة مثل الألبسة، تروح تشتري جاكيت أو بنطلون تدفع ثمنه بالوزن وبالكيلو. فهاي البضاعة قبل شوي أنا فتحتها، هاي الكرتون عفوا قبل شوي أنا فتحتها من البضاعة الأمريكية، وحبيت أشاركها معكم. شوفوا قديش جودة الألعاب الأمريكية كثير، الكواليتي تبعها مرتفع وهي مستعملة إشي مرتب. هذا مثلا فرد نيرف، طبعا نيرف الأصلي على الأغلب، يعني خلينا نحكي بدون مبالغة 95% من الألعاب تيجي شغالة، تطلع فيه منها مكسر من كب، لكن نسبة بسيطة جدا. وفيها ألعاب كثير حلوة ومرتبة وكواليتي عالي، مش بلاستيك، كله بيجي عظم، كله بيجي ربر، كله بيجي سيليكون، وإشي مرتب. شوفها السيد هالك، لعبة قطنية مرتبة ومتكتكة ومن الآخر. بيانو أطفال الأعمار الصغيرة، كله إشي مرتب. طبعا تطلع فيها بيبيات وكله إشي حلو بحكم الجديد. تطلع فيها ماسكات، أقنعة، كات بوي وسبايدر مان وباتمان، كلها تطلع بالبضاعة الأمريكية وبحكم الجديد زي ما حكيت لكم، وكله إشي مرتب. جيتار سبايدر مان، العاب ثقيلة وفخمة ومرتبة. طبعا للي بيحب يستفيد من هاي الشغلة ما عندنا مشكلة، جاوب على اي سؤال بده اياه ونساعده، حيث انه فايدة تشمل الجميع. العاب حلوة، هاي اللعبة صينية نسيت شو اسمها، لكن العاب مرتبة. بوكر للاطفال الاعمار الصغيرة، حلو بالبضاعة الأمريكية، جودة عالية وإشي مرتب. سيارات طبعا، سيارات الريموت أشكال مرتبة، جودة عالية، هي برضو بهاي البضاعة بطلع منها. إيش هاي؟ ليجو ميجا بلوكس، ليجو سيتي، شبه جديدة، اللهم الكرتون شوية، لكن هي بتكون كاملة من جوا ولا كأنها مستعملة. لابتوب أو لباد، طبعا هذا يعلم الأطفال الكلمات، يعلمهم أشياء ثانية تعليمية، أرقام وأحرف، رياضيات إلى آخره. هاي كمان فرنير، كمان واحد ضاعة بتجنن ما شاء الله تبارك الله، بتطلع شيء حلو. طبعا السيارة هاي حديد معدن بلاستيك، برضو شيء حلو ومرتب. بتطلع فيها أشياء للبيبي كمان، هاي كلها أشياء للبيبي، تعلق على سرير البيبي، تطلع موسيقى، تطلع أصوات الحيوانات، بطلع فيها أشياء هيك برضو. هاي الكرة الأمريكية تيجي جلد مش بلاستيك وإشي مرتب. شوفوا الحصان، ما أحلاها، حصان داربي، هو حصان واحدة من هذا الألعاب.
اصلا بابيض. شوف البنت هاي السمراء، هاي فتاة الغابات، وشي متكتك بس كشتها بدها تمشيت، شكلها زمان مش مشطة. سيارات طبعا مش مرتب، حدث ولا حرج. تحملون الفيديو راح يكون ان شاء الله مش طويل. طلعوا هاي اللعبة كاندي لاند بالكرتونة طالعة، ولا اشي مستعمل، لسه مش مفتوحة اصلا. هيك اشي العاب البيبيات، كله زي ما حكيت لكم، بيجي ربر وعظم واشي مرتب، لو زدته ما بيصير فيه ولا اي شيء. العاب ديبي برضه، تراخيش، تعابير. والحلو هاي الالعاب ايش فيها؟ شغلة مميزة، يعني اللعبة تقدر تستفيد منها باكثر من اشي، تكون تعليمية، تكون مع موسيقى، مش بس انه لعبة شكل، يعني كله بكون اشي مرتب ومتكتك. شوفوا هاي على سبيل المثال، تعالي وين رايح، زي المرجحة والترقص، بعدين تطلعوا ولا كأنه مستعملة، حط من جديد. طبعا قناتنا للي ما بعرفنا حاب يتعرف علينا، قناتنا بتعرض ألعاب، بتعرض تحديات، بتعرض ترندات، أشياء جديدة لسه يعني نازل جديد، ألعاب مش مرتب كله. طلعوا هالشاحنة هاي زي ما حكينا، كله مش مرتب، كله شيء متكتك وبحكم جديد. شوف هاي أرمي كار مرتبة، تيجي مع صوت طبعا، مدرعة، شغل حرب هاي السيارة. نشوف هاي العاب البيبي، شو ها كله شو فخم ومرتب، كمان فرد نيرف، فرد نيرف بس بارتين او بكرتين، اشي من الاخر. طبعا نيرف الاصلي مش نيرف التقليد، هاي الكلمة هون نيرف الاصلي، ضع جودة عالية ومبتدة. خلينا نشوف شو هاي السيارة، سيارة سبايدر مان. هذا الباكي تقدر تغيره طبعا، هاي الريموت تبعها، هاي على ريموت جاية، اشي مرتب لبصات، طلعوا من تحت ولا كأنه مستعملة، اشي كثير نظيف. خلينا نشوف كمان هون، طلعوا هذا البيانو، هذا البيانو بيجي مع النوتات، تعلم الاطفال اللي بيحبوا يشتغلوا على البيانو او بيلعبوا على البيانو، حتى الكبار منهم بيقدر يستفيد منه. معه اكثر من 100 نوتة، صفحات كثير، وكل نوتة لايشي، قطعة بسيطة سعرها ما بتجاوز الخمس دنانير اردني، يعني ما بتجاوز $7، وكثير مرتبة، كثير مرتبة، يعني كواليتي كثير عالي. شوف شو هون عندنا مرتبة، هاي السيارة مثلا سيارة شبه معدن، عظم طبعا، تضوي بطاريات الشكل الخلصين اللي فيها، مش مرتب، وفتح ابوابها. في سيارة باتمان، هاي السيارات القديمة، هاي الكلاسيك. شو عندنا كمان؟ تليفونات للبيبي، شيء قطعة هون، شباب البيبي، طلع البيبي ما أجمله، زي الشوكولاتة، إشي مرتب. شوفوا هاي بازل كنها، زي هاي بطلع فيها، عفوا بطلع فيها زي المغناطيس هاي، مع ستوري
وإشي محترم على الآخر. هذه الشنطة، شنطة أطفال مع موسيقى، حلوة هاي القطعة، سامعينها؟ إشي مرتب. شو عندنا هون؟ برضه إشي مرتب. روز سيارة بشكل، طبعا هاي الألعاب اللي قاعد بعرضلك إياها جزء بسيط من الألعاب الأمريكية، طبعا كله إشي حلو إشي مرتب وإشي متكتك على الآخر يعني. فسواء اشتريتها أو بعتها هاي الألعاب يعني بتفيد اللي بتبيعه إياها. اشتريتها صغير، بوكس صغير، صندوق صغير، وزن وإشي مرتب، بوب صغير. طبعا تأخرنا عليكم في الفيديو، ما ظل إشي بسيط إن شاء الله. شوف هالبيبي ما أحلى. طبعا فيها ستوريات، هاي البضاعة بطلع ستوريات للأطفال والكبار، كله إشي مرتب وإشي فخم. على كل هنا يعني ما ينعرض كاش الأطفال في زي هيك شيء، ستوري كمان يعني اللي ظل ستوريات. اللي شاف الفيديو وعجب الفيديو بتمنى انه يشترك معنا بالقناة، وزي ما حكينا بداية الفيديو قناتنا بتعرض اكثر من شغل ان شاء الله بنستفيده، سواء من شغلة الالعاب الامريكية او من اي اشي ثاني. فما تنسونا من اللايك وفعلوا زر الجرس وتابعونا ان شاء الله رب العالمين. شكرا جزيلا.